إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب المناقب، قال: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. أبو معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين. باب سؤال المشركين، مشركين تسؤاشوا ذي أي النبي قويديين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنو تسيو آية، يعني آية معجزة، آية معجزة إنو تسيو، فأراهم نبي وحو تسيي انشقاق القمر ديحيو كرا دعيو كرا دمب المي كرا تشيحميو كرا تشوي. أبو معمر مقعيس عبد الله بالير هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وحير عبد الله بن مسعود انشق القمر ضيح كلا دلاعي وكلا دنب المي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهده هي الزمن كي النبي ولبا في الزمن المكي زمن كي والنبي مكجوغي ضيح با كلا دنب المي زمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين لبقي بوط لبقت عوكل النقضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيبا وحيري اشهدوا كما قاتلنا على أركا وشركين تبو كل أيهاي إني معجزة عظيمة والنبي قال النبي نمديس صلى الله عليه وسلم تسينيس آية داس مشهودة ده لو جيدو كونيغا وحاكا تأثير بضن قرآنك. ومع ذلك كفروا وما آمنوا بلا أي رهدان سحرنا محمد محمد وانا السحري وحان وحشي رما وحايقون مقهراء قلوين كان هذا قال هذا أضغو وحصح صحمية إلى يرهدين طيح وحو وحصوم مري وحق بدن السدماء وضيح كل عي وضيح كل الشبيب وصوم مري حيالها آية لها وهذا الزمن كي هو رد عي وهذا وحيالها المكشوفات كهي علوم تجري تجريبي كهي اللي فهمي بيكم ديهين وعلوم الإسلام كهي مركة غاركود وقوم يعدران. نعم، البحث العلمي. نعم، مركا حتى أساس الشيء قال هذا
وما بهدين إني هذا يجو عن دليل كذا نقول كذا لكن واقع شري ودعي وقرآن كهذا لي وأنا نقول روما يسن هاي بهذا يجو قادي هذا ربان ملك له هلا آدين اقتربت الساعة وانشق القمر قتادة تاسين ما حيكون تسينيسا ولبا بابكي دلائل النبوة أيانو كلح جرني برقى ما حيكون تسينيسا انشقاق القمر دليل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم قتادة عن أنس قتادة ابن دعامة السدوسي بشي وحنو يالحاء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة إمام البخاري حديث كان قتادة لبس سند برها سند كيو هورا مركز لما يو قتادة كيمد أيو يرحاء لتحويل الإسناد وقال لي خليفة وحدها يا وقال لي خليفة وإمام البخاري رحمه الله تعالى مركز لبدا السند والله سكينه سندنا أول قوينين سماهين مركا ماشان إن مركا سند كجوية وكأول وكأيل دوف في مركا يا مركا حديثك حويا قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أنس بأو والرمي قتادة وأرض يجيسيئة قتادة ابن دعامة السدوسي يا جماعة كلوا لجرته تابعين تي كمدوا من تلاميذه أي أحاديثه ذي حدثهم أنه أي أنس حدثهم أي حدث تلاميذه ومنهم قتادة منهم قتادة أن أهل مكة أهل مكة سألوا ويويديين أو ويديستين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم إنه تسي آية أي آية معجزة وكمر خاتك عيسى نبي نبي مديسة فأراهم نبي وحو تسيي انشقاق القمر قمر كي يضيحي كالا تشبكي سو كالا تشبي أو كالا دمب المي والله بقي بوض والله بفرقاء النقضي عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن مسعود المسعودي تابعي حافظة وواسع الرواية أيوها إن بضن عبد الله بن عباس بوكورية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحي عبد الله بن عباس أن القمر ضيحي انشق ووكل لنب المي ووكل الشبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمن كي النبي كاسنا وآية هي دليل كمر خاتك عيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نبديس قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنس بأي حديث نو حديث ذي أن رجلين لبن ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي كمدة خرج ويبحن من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي كتجين لجوجين في ليلة مظلمة همين آد مجدئها ومعهما وحال لجري مثل المصباحين لبفينوسوت بل لبدو دبل لجرو مجدئ يطريقة وإفتي مني يضيئان لبضى فينوسي ويوئفينيين بين أيديهما هرتودة فلما افترقا مركا يكال الليحدين إلا قريوه ديسكو مدمع مع كل صار وحاء هذي مع كل واحد قف كالصول لبدو منهما لبدو دي كمدة واحد مدبا أهاتي فينوسه كمدة حتى أتى أهله إلى أو أهل كيسي كجاري فينوسه فينوس طبيعية وإن تلا الشيء لو ديبو قعنت لو قلي يما وفينوس ربانية ونور إلهي حق كيمد إكراما لهم
إكراما لهم مجدب يا هيد أد شديد أه مساجد كالنبي قي مدين قل يهودي وقي مدين صلاة الجماعة إلى إمارة كت كذان صلاة الدبة لولي جري وقت ذنبه هذا النبي قي كداهين صلى الله عليه وآله وسلم مركي كبحين مجدقين أن وحبل وجيد إلهي حدي وح آدم مودي دلوا فينوس بالاس عطا سيدي السعودين مركيون طريقة كوكالا اللي حانا يرنو الباقورجي سي آدي يي أيا لبدي فينوس مدبا مدخل عضي إلهي قريوه دي كتاقين مركا وإكراما لهما نعم وإظهارا نعم نبي صلى الله عليه وسلم يا وحلق وري إنه يري بشر المشائين نبي قال له يري برضو وعديد قدسي بشر المشائين في الظلم بالنور التام بالنور التام يوم القيامة نبي محمد أبي شاريه كوى أصعد هدي جيرال صعد كبضن وقتك وليبا مجدك مساجد أسعظة يعني بشر البشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة نور تام أهمان تقيامة نور كيو إلهي أسود الدجيي في الدنيا أيضا نعم إذا وحي كتسين إيسا لبدا الصحابي من قبضه إيوه منزل ذا أي إلهي أكتك جوغان علوم ذو مركة تاسوك الوحي سوقاتان وحل إرادة كرامات الأولياء دليل لمذيدة بأشياء مركة وحي رأيكو إستاغ المركة صومالي ذا يضا أولياء مركان مقالنو قلبي غيغا وحي أسو دادغيو تدقار تدقاره نادره يم وحاكرو أسود دقدقيو أولياء ددتك ليريو لقسي فيي وحكستيني أوداني الله لي وحي ربي لقبر يلها إنا يقو قعنتكو هيان بل مرارك قاركود ددك قاركود إنا يرهدان عرك يدول كبايقا كلا هيان فكر كاسي وغلط أولياء ذو ويجرتا ولاية ما حيتها ولاية وحويا والنصري هي حبي معناه الولاية معناه ذو واسداس فلان ولي فلان وحاكل يعني تولي أمره مركب مؤمنين تا أمر كوديا توليا الله عز وجل قرقاريا وقرقارا الله تبارك وتعالى عد إلهي جعلي هوايو ومؤمنين معناها كفر الصبر ولأجل ذلك ولايته وبمعنى الإيمان وبمعنى الإيمان تتكو هكوك لصريين كتاب الإيمان مركان سومريني وحان الشيغني إيمان كونه زياده مرنأو نقصامه وقف بقف كلا انتو كضاع بديهي ايمان كيسو انو كزيادة بديهي ولايتنا وصاص قف بقف كلا انتو كضاع بديهي اقرب الى الله واحب الى الله سمع مركا ولايتنا مثل الايمان تزيد وتنقص لكن مؤمنين تو لما ولا ولاقه ورب تبارك وكل رب تبارك وتعالى قران سبح كله الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا أمورته ذاك توليي والناصر كاهي أقرقارة إيش عروايه والله عز وجل لأنه أدومها صالحين إلهي واجعليه عليها ما ركتها ولأجل ذلك إلهي القرآن كسوح كلية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هداتهين أدوكك والرب تشعل أنا قائل راعة
وفدو يراد الرب من جعلهاي أمر رسول كيسي من جعلهاي وخبر ثم والخبر يحتمل الصدق والكذب رنا والنقضاء بيننا والنقضاء أدوب الشيكتاي إن ربي يرسول كيسا جعشهاي لكن قف والباوح الشيكتو دليل باوباهي ثم دليل كين ربي يرسول كيسا جعشهاي وحويا اتباع رسول كي إلهي أطراع ديت هديك كلا واحد شيكتاي وأن أفكا وأن أفكا دليل يوباه أنت قف والباوح الشيكتو هيا هدي لديه لها رغم أن تي ما دانا ركلا وحدي لايين نفتو دي ماركو دي اللي قوضا بقى نقاله ما لقي يلي أبدا هدو مركو قف قير هذا أنا أحب الله وأحب رسوله وحانو لين هاي على مديدو واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى وحي لأي رسول كيسي أمري يوحو نهيي سيدكو تهي ميزانكو وكاس ربي ما أنا قرآن كسيدا كله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله مركع عدة إلهي أمر كودة توليي وإلهي أقر قاريو وربي أجعليهي وربي أدوي وايو ومؤمنين تا هكلا دوادين صمع هكلا دوادين آيات كلا إلهي وحكوليهي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكو إلهي بمهيي ألا نكع بصر آيات دو حلقة يابا إن إدتك قاركو دلقان في موضع غير موضعها إلهي قرآن في سورة كيري ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا صحيح لكن معنيه موحويا وحي حق إلهي لها أيك حلقة دونمية أبدا أبدا أذيك نفتاد هذا مؤمن تهي أولياء إلهي من البر وجر تهي بتسوي لا يرى زيادة مرارك قار كود كرامة إليهين إلهي أكتسي كرامة كليه صمع سيدا درت هذا إني إلهي أكتسي منزله إيا كرامة كليهين مرارك قار كود علامات باي ماذا علامات كاس إماهي محيهن مرك معجزة ما وهم معجزة ما صمع ومن باب التوفيق إن إلهي وافتشي ورالقك من باب استجابة الدعاء دعاء ذا إلهي إنه أقبرك من باب مهالك إلهي إنه كبد باديو سمرت قف باب حقيريا مهلك خطيرة وأنا كبد بادي إلهي بابد بادي سمرت وحي أيقو الصميسان كراننا ما وقتي كو إيمان وقتي كو إيمان كو إيمان يان ما يقانان لكن قفك هدو يري هدو حدا صبينا يا كرامة أي واحد كنت تصيّر وسحره مشعوذة كرامة ما وسحره مشعوذة كرامة ما كو النوع عصو كريتاهنا وأولياء الشيطان وليس أولياء الله ولأجل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكتاب روح القري أؤلف في ليلة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هدو يرى هذا وحكو تصيني ووحيا لا أدقى كايا بهذا لكتير والسحر كرامة ما وليس كرامة مركا وحيا لا هلا كان السار مركا أولياء وأدوم إلهي وإلهي قرآن كسفير الذين آمنوا وكانوا يتقون مركا إيمانك يتقوى الله لديك حوجي إن شاء الله تعالى تكون من أولياء الله أدوامها سمو وناك سنين أيهين وأهل ضاعضا إن أيهين انت أروقر وحكرا وقدم بأي إيا إني محوها أولادك سين كران وفقرك كاساري كران وإلهي قرر لقرين كران وعذابك كابد بادين كران وجنائك قين كران معنى هذا ما عمل كيالك ربي بارا ربي بارا وحداوية نبي الله إبراهيم مكو كهلي ربي مرت وإذا مرضت فهو يشفين ما الذي يشفيه
الرب عز وجل إلهي بأ أولاد بحية إلهي بأ الله غني النمر بحية بلا يسوس عط الرب بكاع لكرة منفعيه خير كامغا ربي باكوس وجيل كرا وحاسو إيدي لكل وضيق ربي تبارك وتعالى وليس يعني من المخلوق في ذلك يعني ليس يعني من المخلوق في ذلك لا شيء وحق بخلق مخلوق كي هاي لما أركب أصلا مركا يعني شيطان كوكوسين بريد حيني أوليدو ومؤمنيتي لما إيكين كرا كرا لما إيكين كرا قرآن كيكسو أرورتي سنة النبي كيكسو أرورتي وأنا مؤمنين ته ولاية ولو كلا درجة سرية سيدة إيمان كما لو كلا درجة سرية ومؤمنين ته لنه وأولياء الله مركة تتنو كلا وحانو لين هاي وكرامة من كرامات الأولياء رقع سيئي أهايين لبدا صحابي لبدا صحابي وايو لبدا صحابي وحالقو الشيقة إن أي أهايين نين لي رهدو وسيدي ابن الحضير أو أنصاري أها إيو عباد ابن بشر لبضا بي أهايين والله صحابي صحابة دولنا إن أولياء الله بي أهايين تابعين تينا سيدوك أولياء الله بي أهايين مسلمين تو مؤمنين تولنا وأولياء الله ولايتنا في درجة واحدة كما جوغان قف والبا إيمان كيسا هي ضاع عدس أنت اللي أكتب إيمان كيسا أيه ولا يدس بالأجيهين سيدا إيمانك يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص وينقص بالمعصية أي ولا يدنا تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية سيدا هل لو أجاد مرك إذا مرك والله هذا الصحابي مناقبته ذبي كتوس أيه كتوسين يا حديثك قيس سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون قيس ابن أبي حازم سمعت المغيرة ابن شعبة وصحابي المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي لا يزال كمزوليان ناس ضد ومن أمتي أمدي ذا كمدة يعني أمدي على الموضاها قيب كمدة ظاهرين أي غالبين إن يهين كوك غالب نقون يعدو قودة قال ذا كفارتا حتى يأتيهم أمر الله إلى أمرك إلهي أويمادو وهم ظاهرون والحال هم إيقنا ظاهرون أي غالبون كغالبيهين من خالفهم من الكفار كوي خلافي وقال ضعها حديثك لبما نبوانا تصيني صدع ما نبعني راهدو هورت الدين كان لا يزال قائما إنه قائم يهي أجر ولي أجريه إلى قيام الساعة ونوغو بشارين يا خلاضات بضاني هاد عين ومضوه سيها وضعيفين حالات كالدول همارين لكن دينك واجر دونا قائم بأهان دونا إلى قيام الساعة سقو محفوظة وإلى حق لك حفظي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون مبتدعين هي مادين بدعة هتي مادو وحقو هل بدلو دينكو إسقو النبط قبة وسيدي ساء والنبط قليو محفوظة أقيامة بعي هذا واحد وبشار طاس مدة كلو صد حدي وحويا والحديث كفى إيدي سنينو ونو إشارة يو أمدي مسلمين تأها وصحابتي أها وأمة واحدة أها والنبي كتجي إن وحيا لبضن وفتنه كو إيمان دونان وخلاف إيمان دونه سيد النبي بحديث كعرباض بن ساري وكيبد ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
خلاف يدا مركا خلاف كدب كريبا وخلات كيسا إيو عابو كيسا أن لغا بسكون ولا مجانب خلاف كحقوقك خلاف كحقوقك وظاهر وقاسمة الظهر واي أمدي لي قوديبا قبانيا معنى الآن قبانيا كاسي ومصيبة بدك الدين كنا ومصيبة كان دين كان درن بدك الدين كان أيا درن نبي قد دعوين كأكد عيسان شير وحاكم بدها اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا إله مصيبة يد الدين كيجاهيري هدي الدين ككاقشو في دنودي إله في دنا قامك القلب لما دي بواتشرا الوادعين دينك أما الشهوات هل لغة الله صدو أما الشبه دين سكاية كيسيسي دين تنا أن كم دهين وبدعائي محدثات هكورتك تو انتي بواتشرا انت صور أن يغو إيمان أيان حدنا دينك ومحفوظ مدة كرون صدحان وكفى إلي سنين أمة دورني وما تخطك كوضا بعضي أوضا فسادي ماهو وما دينك كتوصا ودينك هيستا ودتك أوي ريسا وعلوي كل جهاديسا أي جلدون إلى قيام الساعة أيقان منصورة وإلهي قرقات كيسي فضل كيسي لسعلا ساسو مركا حديثك تلمامي وحولي هي لا يزال الناس دتك كمزوليان ضب ومن أمتي أم ديدا كمدا قيب كمدي واهب لي واهب لي واهب منا الله مرهم نعم يعني إن إسكو ميل جوغان شرط ماها إن إسكو ميل جوغان شرط ماها كل قدوان محي دين كيبي كتو سيهين تخصصات كودو هكلا دودادو منهم مفسرون منهم محدثون منهم الفقهاء منهم المجاهدون صما منهم الدعاء يعني واسكوبيل مجوغان لكن واسبو حليا واسلام استريا كل قد يعني مرك امداسي كمزو ليسو انيهين يعني ظاهرين اي غالبين كو غالب كغالب عدو قودي يعدي دينتي صحيحة هيتكو خلافتي حتى يأتيهم أمر الله إلى أمرك إلهي أكيمادو أمرك إلهي وحلقو فصيري الساعة ساعة القيامة سيدا روايتك لي وإمام مسلم أوريي حتى تأتيهم الساعة إلهي قيامة دي كدعت نعم مركا وهم ظاهرون يبقى ظاهرين هم ظاهرون غالبون بالحجة والدليل وبالسيف والسنان لبضبا هذا إذا قال لمان وقال الله دريدان وأعداء الله ويدينك كدفاعان ومنصورين هذا يضب إي حجو إي دليل أي تهي ومنصورين إلا وحويا دليل كأيها الثاني وقال الله وقال رسول الله نك أرنيا وحي إلتها أنيقة أما هب البايري يليري قال الله وقال رسوله يا حجك أذك قال الله وقال رسوله علمي مركا يعني وحي إليه المحدثين وحي إليه المفسرين وحي إليه فقهاء انتبهوا إليه دعاة بيليين مجاهدين بيليين هل ميل إلي ولا جوغان شرط ما أنت لكن محاجرته قالوا والباهي قمنا هذا قرط وشرو قالوا بوحي إليهم قالوا لا شيء يا هو أنجا قالوا لا شيء يا هي وأنجا سك السهل يرهدو إلهي هرتي بلا تجيه إلهي هرتي أيا لا تجيه هبل بائيري
iyo hebel baan ka maqlay iyo sheekhaygii baan ka raacayaa waxba tarimays ahadiisa qaarkood waxaan nagu soo martay qofku markuu dhinto qabriga la geliyo su'aalaad baa lagu imtixaanayaa su'aalaadka lagu imtixaanayana waxaa ka mid a nabiga sala allahu calayh waalih wasalam nabi maxamed ka warran lama laha waxaa la leeyahay ma hada arajul aladii bucitha fiikum ninkaas laydinka soo dhex saaray muxuu ahaa maxaad ka taqaan qofaan cilmi u lahayn oon sunno iyo qur'aan midna garanayn ma ka jawaabi karaa ya anagu maanta waxaanu naqaanaa ya kuwan waaweyn madaxdooda ciyaalka yarka baydan ma taqaan haddaad tirahdo waa madaxweynaha maraykanka u leeyahy putin ma taqaana haddii la yidhaahdo waa madaxweynaha ruushka u leeyahy soo ma somaka soo ma aragtid idan ninka la sheegayahay ma baydana mise waa putin waa lagu shakinaa muxuu yahay muxuu ahaa ilaa diinkii uu ka garan lahaa haba kama garanay qofka muminkahi waa yaqaan ataqsidu muxammadan malagiibu ku celinaya ataqsidu muxammadan muxammed miyaad u jeedaa huwa rasuul اllah waa rasuulka ilaahay bayinaat iyo xujooyin cadcad buu noola yimid waana ku raacnay markaasaa weliba looga hari maayo wamaa cilmuka bihi baa la leeyay inuu sidaa yahay maxaad ku ogaatay markaasuu leeyay qara'tu kitaab allah ilahay kitaabkiisa baan akriyay daliil aan kitaabkii ilaahay ahayn iyo qowlkii nabiga miyaa la aqbali abada marka shiikhaygaa ii sheegay sheekhaygaa sidaa ii sheegay inaan janno gelayo oo naari i taabanayn haddaan sheekha iga raaco saas alla ii sheegay maxaad mahtarays laa budda min addaliil qofka marka daliilka haystaa daliil min kitaabi illaahi wa min sunnati rasuulihi sala allahu calayh wasalam mawdicii sana dhiga haada huwa alghaalib idan ghaalibuuna biddaliili waalxujja wa ghaalibuuna بالسيف والسنان لبضبة سيدا أبو مركا النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم دات كاسي مركا إني مرتبو إيا من قبصر إلهي أكتي سكليهين وإلى قيام الساعة كو إلهي دينك كو حفظي إي كبديهين سو كما موقته بلى نعم حديثك كلو كحيقا يسقو لمد يهي عمير ابن هاني الشامي أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان صحابي جليل كها ويقول أرنيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بن مقلي ويقول أرنيه لا يزال كمزولي من أمتي أم ديدة أمة أم كمزوليس قائمة أي تهي مد أتاقا بأمر الله أمرك إلهي سبحانه وتعالى قل له جيدو دين الله وشرعه إلهي دين كيسي شرعي سبي أوغيان أي أتاقيهين لا يضرهم مدبيو يعني كل الضرر ضرر واجريا لكن كل الضرر من خذلهم ننكي هوشيي oon garab istaagin oon u nusraynin maadaama ilaahay diinkiisii ay u taagan yihiin walaa man khaalafahum ciddii khilaaftay labadoodu midna ma dhibayo xataa yaatiyahum amrullah ilaa amarkii ilaahay uu yimaado oo saacaddii ah wahum calaa dalika walxaal hum iyagu calaa dalika sida ay yihiin ay yacni قائمين على أمر الله وناصرين له لدين الله ساس بي أتابيه عد خلافتي يعد هو شيء مدن أمر لتيان سمع مدن أمر لتيان وأن وضيان نصرك إلهي بك صعدان كو ساس باجري دولة حديث كبرك وحورين إياه وحديث معاوية
ابن أبي سفيان. قال عمير، عمير وحيري، فقال مالك ابن يخامر، نين كلو ليرهدو مالك ابن يخامر أيا وحيري، قال معاذ ومعاذ بن جبل وهم بالشام، وهم توحيون قنيسا لا يزال من أمتي أمة قائمة، أمدا قائمة ظاهي وحي جوكتا الشام، شامنا وقت حديث كان لورنا يو معاوية بن أبي سفيان باتشوغا ووقت خلافك سمرت برد الشام للشيغي طائفنا للشيغي عدي خلافتنا إن اللي بينين طائفة مركة منصورة ذا إن مركة أهل الشاميين ما دام اللي يروى في الشام بيجوغان هل كانوا أفسرتين مركة أهل الشام ساسي أفسرتين. فقال معاوية، معاوية وحويري هذا مالك كنوى مالك يزعم وحشيغيا أنه سمع معاذا أي معاذ بن جبل، يعني هذا الحديث كو نبي كوري يبا معاذ كورنا يا ويسحوشي المركة وشاهد كلا معاذ نوح وشيغيا سأنه سمع معاذا بمغلو يقول أورنيا وهم بالشام، شام بيجوغان معنى ذلك ونحن أهل الشام إذن ألحقوا معنا هذا، لكن حديثكم وقتكم قيدين، وقتكم قيدين، قد يكون هؤلاء وقد يكون من بعدهم وقد يكون يعني أحاديث سانسيدة دابا وحيالها الدنبكة والرمية انت صبحين خلاف يد المسلمين قلوا الباهي جانب كإيجابي أيضا إسحجسة جانب ككريتان هو كرادو أيضا خلاف صبي كل شيء يعني. لكن وأي عصر والله أعلم، أما خبرك رسولك فهو صدق، فهو صدق. نعم. أزمنك لدواني جيري كران إلى قيام الساعة هل قولك لي وريبني فلانا معها وأمد أن دينك كتوصل بشي خبان بهتشوقي، بشي خبان بهتشوقي. نعم هذا هو الصحيح، تأويلك صحيح يا وسيدة، وإلا قولا وحيلا ذا وإنك انتي نكرنا كورن سنباتيني قولا ذكرنا ساسي لذا. ولأجل ذلك ما سلو حاجرته مصطلح الحديث مسألة كم ذا ومن بنسائل الجرح والتعديل يا علمي قيدين كما قادنا ينسى لك قادرين محار راوي قال له وضع ننكرا وحاكو جيرا مركا وحيالها لقو جرحي راويقا وحدين لك هلو عن علم لك قادرين قفك مبتدعة صاحب البدعة مسألة سآد وحاو النقاشي ورآد معان بضان كسو صالح حافظ بن حجر والله يسكو خلافي علماء المحدثين تاهنا دل عدلي بضوي ولو أهل الجرح والتعديل قالوا وحي رهدين والله كان صاري وحال الله في رنيا بدعة ديسو ما كفر بيك يا رسالة وبدعة وكوغار وبي مسوى بدعة فاسق نمك لي كتوقت حديتهاي بدعة وكوغار وبي حبلا قال الماي هل كاسو وحو يري هدين لي يراهدو قف والبوب يتعلم الشيغي هل لديدو دين بدن بعضو بي سببتو ايتهي فرقي يا ضوائفتي مسلمين توابضتي ضائفك السانة ضائفة لي ذكري وخلاف سنتهي مركي خلاف خلاف مارتي خلافانا طائفة بطائفة كلاوي بيد عيسيسي إن الكوحة الدائراتي كفر سيسنا لو أصورة قال ما أنت دينا جرتان ما أنت دينا جرتان قولوا قولوا ذاك القولوا ذاك المياه أما وحولي هي ومرتدين كفارة أما وحولي هي ومبتدعين ومدى الصومالية ندى صدح يوقع بصدح
صدح رأيي ما جرى من أفراد ما جرى خوارج مشركين إيه مرتدين صما طبعا قكر وصدح أفراد ما جرى إما إن مرتدين ما لقوا على مايو أما خوارج ما لقوا على مايو أما مشرك ما لقوا على مايو وحكا الحلم قول الله كلامك حياة السادة كتورس مركب حوليه بدعة أن لقادن إن مكفر ذاهي وح حلال نمدود حرام نمدود لو أجيهي معلوم من الدين بالضرورة حرام نمدود أما اعتقادك حرام هي أوصاف الرمي فهو يمد مكفر ذاهي وإلا دد بدن نوع من البدعة لغو الشيغي أو هدنا صادقين أو علمي غائم وفافية كريدوني وجهة سمع مركا قولوا الباوحي يدو ربطها الدين لو قادو ماشا وانا سنة ربطنا يضا اسدكتا ماشا حنا انتك لإدكتا مركا وحاصل لني ميزان ما ميزان ما ومدى لغو يقال ندينك هي صلاح هي علمي غا ماشي ربان هاتشوغين ماشي ربان هاتشوغين حويا وسوق الايام محدثين اليهين فقهاء اليهين مفسرين اليهين مجاهدين بيليهين دعاة بيليهين عباد عبادة بدن بيليهين وصالحين هكذا ومدى لك الله يا مركب ومداس زمن معين انا ماله قال هذه مركة إسسي ساهي نعم. قد يكونون منهم وقد لا يكونون نعم سفيان حدثنا الشبيب ابن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين إلى آخر الحديث سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا شبيب السكسكي الكوفي شبيب ابن غرقدة قال وحير الشبيب سمعت وحن مغلي الحي الحي هي القبيلة قبيلة ذا حي اللي يرهذا يعني قبيلة ذا أنا لو كل حجرون كل الشيء وقبيلة قبيلة من اليمن أولي رذا البارقيين حي قاسا وحن كم قلي يحدثون أيوه كحديثوني عن عروة عروة نكا اللي يرهدو نعم عروة ابن أبي الجعد البارقي أيان كم غلب أيوه كورين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وحودي بي نكال إلى عروة ابن أبي الجعد دينارا هل دينار يشتري له سيء النبي أقصو إيبيو به دينارك شاتا في سيء أقصو قضو نف عريا سيدة سفيان له دونه نف أضحية بها حول سوق الله كيني مركز النبي عروة بن أبي الجعد تهل دينار ودي بي أيور دينار كان نف أريا يقصوقت عروة وقاضي دينارك فاشترى له وحو النبي أقصوقت به دينارك شاتين لبن نف أريا فباع إحداهما لبدو دي متك مدبو هدنا سيبيعيي بدينار هل دينار وجاءه النبي جيبو أليمد بدينار وشات دينار كيري هو كان النبي نبي هل دينار بو دي بي انو لف اريا اوغو سو قدو اريغي بس كا سوق لا كين وا غرغريه وا غرغريه ولا ور وريغي و هو كا اوغليسي كا اوغلادين نصف دينار إن النف أريا كسيان مركب لبر ريوض بوكس وقت لبر نف أريا لبر دي أريا سوق وضع بيت كلا كهور يميد
مركز يري إيجاد لبدو ذا متكمدة هي دينار كاسينية وكسي هل دينار ينفك أرجعها أسرع وذو نبيك أوكي أنا صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة نبيك وجود عيي بركة بيع عيسى إلهي هو بركةه في بيعه بيع عيسى إنه بركةه وكان وحوها لو اشترى التراب على رأي عيد هدوب صوقظه للربحة والربح تشري والربح تشري حديثك واجي يقول الريال مقلوب فهذا سديه جري أحرى لك قضى يا أخي معي كم عنا بحال مفعل يا هذا أنا والله قضى صوم أحرى أنا والله قضى والله قضى مركا أحرى هدوب قضى وكل ربح تشري دعاء النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي قال قد دعيه بالبركة. طيب قال سفيان سفيان باوحو يري كان الحسن ابن عمارة حسن ابن عمارة نكا ليرا الحسن ابن عمارة البجلي وكان فقيها وكان فقيها فقيه بؤها لكنه ضعيف الرواية حديث كالرواية دي سوى كليتي ضعيف بكوها بركة سفيان وحولي هي كان الحسن ابن عمارة الحسن ابن عمارة وحوها جاءنا مد نولي مد بهذا الحديث حديث كان بو نولي مد عنه عن شبيب اسقو شبيب كورنيا قال وحونا نيري سمعه شبيب من عروة شبيب حديث كان عروة بكم أغلي ما دام مرك أي قانين الحسن بن عمارة إنه ضعيف الرواية يهي كما أقنع سفيان سمع مركز وحور رادي شبيب شبيب مركز رادي قال وحور سفيان فأتيته أي أتيت الشبيب وين ويديي حديث كان ما ديقا عروة كمقلي فقال وحويري شبيب شبيب وحويري إني لم أسمعه من عروة حديث كعروة كما أنا المقل لكن يو كمقلي قال وحويري سمعت الحي يخبرونه عنه يعني قبيلك أعلنا حكى حديثون يا وحويري عروة كشيء هل قف كلي حتى ما قف يا الله وقف صدح يا أفر يا جماعة لن وعروها ما عشان أنه قبل لي حديث كان مركا عن سي وضنو نعم ولكن بويري سمعته برضو الشبيب عروة وحو كم غلي حديث كانون كم غلين وجماعة سي كم غشو كم غلي لكن بويري سمعته عروة وحن كم غلي يقول إسقو أرنيو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مقليو يقول أرنيو الخير خيرك يجوشو معقود مثل جوجن تيوي بنواصي الخيل فردها فودودة نعم إلى يوم القيامة ما أنت قيامة قال وحويري وقد رأيت وان أركي نكل إلى عروة البارقي في داره قرقي سوحان كو أركي 70 فرسا تضبات فرس بقرقي سكحرنا وكل قد ودياريي الجهاد في سبيل الله قال سفيان سفيان باوحو يري خدا النبي أسو قدي يشتري له شاة النبي ريب نف أريو أسو قدي كأنها أضحية يعني أضحية أهيد بالمودة حديث كان مكة وحيرا دول استاغنه حديث كان مسألة فقهية أي كشفت حديث قف لو وكاشو أو وحلو وكاشو وحي لو وكاشي وحكى بضن وتصرف ما صمين كرا هذو صنايس سعيد ميهم وحقي كبلتي نبي قد دينار بودي بي نفر يسوع قد نوائر دينار كيف وهل نفق مصر قدنا اللوان نفق مصر قدنا اللوان نفق هذا نمت سيئي بي
تيو سيبي ودينار كبحيي مركز وفيد النبي قدر صدي دينار كيف يسوق يعني بحاك الزيادة وحين النبي هو كاشي بحاك الزيادة وحاك الزيادة دينار كي اللي رهل نفو عليا كصوغر ولا ما نفو عليا كوغر خدنا لبدي إن النبي هو بكيريني بس كبيره بيعيي ما ركت مركب دينار كان حوش السداسي هي ما بنان تاعي ما لك أنت سداسي ما بنان تاعي علم ماذا هو إسكو خلاف فوق هذا علم ماذا فوق هذا هو إسكو وإسكو خلاف بندينا وإسكو خلاف إمام الشافعي القول القديم وإفطاره وصحبه لكن قول الجديد وعكحري صحة الحديث هذا حديثك صحيح من غرور حديث كان وان صحيح وان عرينا بخاري وكويا وهذا بخاري كويا والله ما تابتان سوما حبا حقا يا حقا يا حقا من الآدمين لكن إمام الشافعي كان قبل البخاري ولي أحاديث التفتيش يكون جفتا وعكحري إذا صح الحديث هكذا دائما الامام الشافعي اساسه حديث كادو سند كي سكشكيو وادعك تايم صحيح ياي اما الا كسو بحضه وحو ديه جري اذا صح الحديث فهو مذهبي اي حديث كسا اي انصح اي امام الشافعي وعلى مدى صاري اذا صح الحديث هادو انصحه فهو مذهبه فهو مذهبه تسوى صاص علماء قرن وحي إليهن ميا حديثكم هو صحيح وانا انصح عيسى ما ركت لان النبي صلى الله عليه وسلم واقري عروه ابن ابي الجعد البارقي نبي واقري في عتق السنه ولبنا وادعي يا برك وادعي نعم حديثك هو انصح منك ابو التياح نعم كقران نقول نعم نافع نافع عن ابن عمر نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل فرده في نواصيها فوديده الخير خير باء هذي إلى يوم القيامة إلى قيام لقاره لأنه فرده ولوجه هذا سوما حد يجرى لنا خير كي يقوش تصاحبها وأمدان وخيل خيل المسلمين نعم أبو التياح قال سمعت أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود مثل قحري للازميوي في نواصيها فودد لو درت فرضه فود له روح بدن بوليس وما الخير يعني واجهه لي ذي وفرس كلهم وين فرس كلهم بلغوا ولا موضع كم إذا بامارت المحوها أيال الشيء لكن فرس كلهم بلوجي ذا مرك دائما فرضها لو جهاد في سبيل الله عدة ودته كجهاي كجهاده سيدا غالب كمخالف لو عقابي وبوش قفسي سهدين أيق الله إيمان قول با وصاحبه سادرت هذا فرضه آدبي وقيم بدين ربنا قرآن كبو وكرارتي سورة العاديات والعاديات ضبحا مرك إن آد لا إلى ليو الله كراميو بيوباهين حيوانك كلك قيم بضن حيوانك كلك قيم بضن أبو صالح السمان مقعي سوى الذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة فرضه صدح بيء يهين صدح ويهين قفك تبع عوض الله طبعه صدح الرماد بيء مد النقن لرجل من أجر بيئته ولرجل من كرنا ستر أستر بيئته وعلى رجل من دشي سنة وزر الإثم يدم بيوتها فردها تبع عودة
يا يلا شدودا صدح في موضوع وي من افراد الملك نين وحي اوتاهي اجر يا ثواب نين وحي اوتاهي استر نين وحي اوتاهي اثم يا ذنب يا وزري نبي قوا فسري فاما الذي له اجر نينكي اجر كاوتاهي فرجل نيوي ربضها فرضها احرى وطبعي في سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله مقصد كفرضها وطبعي با وفي سبيل الله ان لو قدو له اله دين كيس لو قرقارو مركا نينكاسنا ادب فرضها والاليا وعلفيا وهجاجيا وعيليا وتببرا والليليا ادب وكراميا وحيا فرضها النعاس مركا فاطال لها في مرج طيلك وحالي هذا فرضها ايو حيا لبضن وكم ذي هدي حرق الله قبح ايو دور كان لقو سيدا ايو بغربو نغضاء لقبا كريم فرس كان مرأة الله لبرك الله بهذا بوحال الربا إن لهلو مرك أما والا دقرا أما حرق دير أم بالله حرا لقط الله رحرا قيد لقول حرا حرق آسو كو داقي كرو مرك وحو كان في مرج مرجه وموضع عوس يضاق له موضع الكلى مال ضاق له أيو كان حرق دير بلقط وحري مرك تاني أما بحرق يهوغانك وأها بغورت وحري تتك فرض فولك يقانبا لو يدين إياي فرضها حرف كالله كان حكمها وقولي كان حكمها وكوها يا فرسك استيرك بابورك وكراء كام ميا حرق عادقة حرق أدو ديرواي ولا ديريا مالك حرق من الله وحري ومرن ومرن اسكداقي ملا هدو فقاد ما حرق سوعيني سمع مالك ميل داق يا عوس له أيو كاني حرقي وديري يا مرك فأطال لها يعني ربطي يا حرقي وديري في مرج أو روضة مرج يا روضة روضة دو حالي هذا قوبتا يا بناني عوس كاله هذا سو ميلا يا رب راهو طلع حري عوس مو بيري سو ما جبتو ميل ساسو كلاوي ليش ساسو كلاوي وحري وسكت داقيا وداقيا انتو صعدوا لنا وصعد صوما عوسك او داقي يا طلابة او قاضي يا انتو مرو وريقي يا بيها او عبي يا صالة او دقي يا كادد او كادي واجر في ديوان صاحبها بلو قليل يا برك وما اصاب وحي فرسك اصيبي او عني ومن الاكل اما الشرب اما الصعد في طيالها مرشد إذا سحرق اللو ديريي ما ركتا ما حالي رادا همين كي حولهم مركي داقيان مرشو أما ميرا صلا مركا حرق أنا وحالي رادا حرق والو ديراريي والو ديريي مركا مرشد إذا خات كيسي إيا سعود كيسي إيا داقيسي إيا عبتانكي إيا صالدي إيا كاددي وحيو نبالو وذا قري ومركا من المرج والروضة أو الروضة روضة دي أما مرج قد يحدث أو داقي كانت وي أهاتا له إنتا صائد الوحو أسيبي حسنات بي أهاتا يا يوتاي قفكي فرضها طبعي ولو أنها قضى عضي لها هذي حرق الجويسي حرق الوحو ربي الجويسي فرس بركا دي حرق لك بحيو ولما شاء الله سفي عنه ولدي هي صيح يا أرض بقرة هذا مدينة أرضا حرق يبي جويسي مركز في أرض إيو مارت صيح بي قشي هذه ولو أنها قضعت ديالها حرق إذا هدي جويسو وفستنت أي مركا أرض يصيح ذو أرض يا نشاد إيو ولبا مرح راحو فرضوه مركي لديه وصاص وأرضية حق وأرضية مدح وغصب لقيا حراتيد وقضال وطورية ساسو وأرضا ويس إريالان ساسو كلا هدو يالو دي فرز بركة أرضي وصعونا يا مركة مدد لير بو صعونا يا ومركة فاستنت
شرفا أو شرفين. شوط أما الله بشوط مسافة يا مسافة كل الله مدري أيو أرضي وفق هذه كانت أوراثها حسنات له حتى سالدي دي يا أرض كيدي يا فقاشه دي يا خراد كيدي حسنات بيوتها. ولو أنها مرت بنهر هدي فرسك أصامره وبي يميل بي كجران أو فشربت أي عبته وبيجي أي كعبته الصغو صاحب كيدو إنه ورابيعون دوني أي ناس كعبتي سوما ولم يرد ونندون صاحبها أن يسقيها إنه ورابيه كان ذلك له حسنات حتى بدونين إنه ورابيه أي لعبتي حسنات يوتا الله أكبر ننكا سيساس بأقطايا وحسناتك ورجل النن وهي أطع ستريو ورجل النن ربضها وحو فرضها أحري وأطبعي تغنيا أي استغناء بها عن الناس إلا فرسك وقاليت سمع ماشي وقفك لأنتو أطبع فرسك أغمانتي عاريسي أولي لا دنبان قصة قبصانا ياي وحو أطبع ضي إنو ضدك أغكاف تومو سؤال شو ذا إيا وسترا وتعففا إيا لو سولد وكر لو صون أيو إنو دتك وحويديو هاي لو ويدين تدتكو وداوع وين واي ولم ينسى هذا نفي مع ذلك ساق نفتي سو طبعا ضي إنو قادت كدكتو ولم ينسى أونه الما من حق الله في رقابها حق إلهي أكلها قورتي ذا أي نفس الخيل ووامحي من زكاة تجارتها فرضها هذا أطبعة النفط هذا إن أدخل انتفاع ذو أما في سبيل الله وجهه ذو زكاة لك مرة لكن هذا قدس لي تهي قدس لي ولا يغنى سوما محال إلى قدس لي حولات صوت قديسة وسيق قديسة سوما سيدا هذا أطبعة ذي ومركا يهي يعني تجاره ها زكاة والغولية زكاة لقب حين يا هنا وزكاة عروض التجارة عروض التجارة زكاة عروض التجارة يعني والله قيمين يا قيمين ذلك قبل حين يا وطاوة يا مرك إيو وظهورها دشي ذا حق الغولية ودي حق فرس كأضوتا بعد قف اسكا مسكينه دالي أو طريقة مرية بعد فنساري وحال لبدا بابور كادي قاد لي هاي والعائلة هذه أهل كاجا أسميستي من السوق يوغسو أديكتان دانهو ذا يكو قتان المهل اللي قوقي يبارتي محوها مدرسة ذا لوغسو عليو بابور كادي قاد دانها قاد تسوفو شتو أضالي سوما لكن درس كاجو هدو أباهدو حاجية ديو أما ماما ديو فولي قبطي إنا دي سبيتال كو قيسو إنا دي المهو دا سيقا دي خواقي كو دبا وحوين سكول كو دا لكتي هذا سكول كو قيسو كسو ودي عليسو سو بارك الله صعدا قف بلان كتاقا حقا وصعطا مهلب لصوبحانا كو قينا وحقوق القولية حدنا دشي دا حقي لقوه لها أن هلمامني ضدك كقاضة أما عاريسية فهي له كذلك ستر أستر بيوتها نكاسنا أستر بيوتها هدو ضدك وخدمينا وأجر أيضا نفتيد وها وأجر استقنا أستر بيوتها يو دي إنو ضدك وحي قعنت كوهيان يا قاديد كوذا قد يقتون هذا أي كنت نينك صدحان ورجل ربضها فخرا فردها وحو أصبا يستي فان ودتك أغفانو ورياء يستستس إنو مارتي محوها أولي هي فرضه ونواء عداوة لأهل الإسلام انتبا إنه ولا كلمان ما ولا شرد ما هذا أصبا يستي فان هذا أصبا يستي استستس هذا أصبا يستي عداء مسلمين تيد عدو كتاهي
انتم بوائسكمت فهي وزر وزر بيقطع صما قال يلا لو حاجه لغار بامور ما شاء الله بيال كوديو هي تجاري هنا سمارت مرسيدس سلح ايوه وطا سمارت هي وح لميدا وكو فاني قال يلا ذكر ايو مرت قبلها لو سري قلبي قال لو غبي تاسو كلا مركا اسمي اي الدمبي وحنا هنك فايدي سنواج سيداس النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال له ويدي عن الخمر عن الحمر ضميرها وحل لقى ويدي مرك ما دام فرده لقى الله فقال مرك النبي وحيري ما أنزل علي فقال النبي وحيري ما أنزل علي لا يقوم سودج فيها أي في شأن الحمر ضميرها شأن قود إلا هذه الآية آية موية الجامعة يعني جامعة يعني جامعة كل الخير خير ورن جمع سي الفاذة أي هدنا النادرة آيدان وكلين قرآن كجر في جمع الخير كله خير كورن جمع سي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هكذا جامعة بين الخير بين كل الخير وبين كل الشر سئد يعني قلبك أقفرت خيرك نشادنا أبويلتي أوضن يا ريسن شرتنا أقجوكتي وأتقعمها كحيرتي هبا يا راتي شرها يا ريسن خيرنا يا ريسن لا بضبها يا ريسن ما ركتها خيرك ها أقتقل ويريه شرتنا ها أفل ويختها محان حومها فل نعم آية سمرك وآية جامع أبو النبي قلت المامي صلى الله عليه وآله وسلم أيوب عن محمد سمعت أنس بن مالك أيوب هو السختياني رحمه الله تعالى ومحمد هو ابن سيرين رحمه الله تعالى أيضا قال وحير محمد بن سيرين سمعت أنس بن مالك أنس بن مالك بن مغلي أو الصحابي أو يقول أرنيه صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال له حكوا بريستي خيبر مقال هذا خيبر او يهودي دقنيد ايو نبي كوا بريستي بكرة بكرة ده حالو جيدا ارورتو هوري ارورتو هوري بو كوا بريستي نبي قال عادة دي سبا سدا اها حدو قوم كدو ليو سي غفلة اوين الاغين أيها مني ما أسود دلدك جري إلا هو بريغ صلاة وعدالته وحود لغي سجري أدن إنو كييري أدن إنو كييري إلا مركا سلام هو فافي سوما وحال لعي كرتا قوم لهم مريني إني قاليهين إني أما إسلامين أما مسلمين هجرتو أدن بودغي سنجري هدو أدن كم مقلو نبي قم ويرى لجري هدو كم مقلي ويانا ويرى لجري أرور نمو إيقا أون كبرى رجين بل نبي إلهي بويدين جري إلهي وشأنك يغا يأمرك يغا كعين لطر إلا هديك ورهلان ودي أرقروبية ملك غفل لذا إن لغو مارتي محوعها لغو قلو عدوغا وخضا ونكسن وخضا ملتريا انتين ان انت عدافين وحان نصيب دفاع امد ايه الشيغان يسئين ايهين الامة القائمة على امر الله بقول لا الادان او لا عيس سايد كيو لقى ادامي او مسلمين تي يمادين او صلاة دي لقالي او صلاة دي لقو جيرو قرح لطول ديغو هيلب كورن يديق قوانا يا مساجد كالعديسة يا مركا لهايا وحان لهاي ومضاها ومضا وخير كبدر ربي وشيغي وجنة كدوني ناس داس وحويا وفهم قال مرو غنوي وفهم فورره كاس نعم نعوذ بالله من ان ننتكس الى هذه الدرجه إلهي من كم غنغلني
إن المرحلة ذا قارنا إلهي من كم مقام قلنا. طيب حديث كيقان ديب قلنا قلنا صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وحكوة بريستي خيبر خيبر بكوة بريستي بكرة أرورتي وقد خرجوا والحال قد خرجوا أي صابحين وحسن وين بيلهاي حسن وين واجي هردت كنت دجال على قبر جري ما قال هذا وحلقو رجني يا دربي وين ودر وحسنيا راشين كودي يهوب كودي يبيه ودي علاش ودي نمشي يقول عيالا الباب وين بيلين ولا صاحر أنا يا جهك الصو حسن كم دنا وحويا ما لا لا قال دجال ما عاد وقميشي يمد باجرا ضلالا وعيد ما كجران دوايه هر مدافع دان يا ديار دهان كر يو لا يسقط قيل يا مجرين وحل وتي وورن يا سيف يا فلار واي فلار حقي دربي كان كسو غلي ورن صح حقي كسو غليا وانا احس ان دير كر وري ان دبقه هو كلام وجرا ادغون دولكا تاغنت هاي ادو سو دواته فلار با كو دغيس حصون تمر كان نوع اسو كليتا ان لا غلا ادق دتكيو ارورتي انت حسني الباب ظل وفري لا صوب حي وبيرهودي يوحودي لسوء آدي ومحوءها بدل لدودي يام بوين كيلا وطو بيرها لغفلا لها يعيدا كالنبي قوير ربا مدى حيث قف طيبك وقد خرجوا بالمساحي مساحي دو يام بوين كي يوحي بيرها لغشقين يي فلما رأوه مركي النبي أركان قالوا وحي رهدين وانا دريمي وفليين انو نبيه كسو دولي دونه قالوا وحي رهدين محمد والخميس محمد والخميس ومحمد يو الخميس الخميس وحيوجيدا الجيش جيش كوحالي رهدا الخميس لماذا سمي الجيش بالخميس حالي حوا ويرأيش أنه مرين جيش كمركو ديرير ايو شن قيب وضع الله قيبية شن فرقاء قيب صفكه ركوة جرته صدح قيب الله صفكه ركوة جرته قيب مدكته قيب بدحته قيب وجهه رأه وصدح قيب صمه لما قيب وضع كلا جرته قيب نحده كجرته وعيدا كان مركي مارتي محوها أي مدج العيان أي أبو قلية سو مارت قيب نصطة نحده كجرته هي قيب ضمبه لبر جبيت إلى لنيس وماذا؟ شن ميمنة ميسرة سماها إيوه مقدمة ونحن كجرته إيه قلب ونحن كلا كجرته وقال الله مركا صف كان هوري مركا حوغا ودالان قلي إلا دقالك وصعوني أما وحكتنا وعمانا أما إيدي دمشق مادو إيه قوة ضمبي شن تاسوي مركا ساسا مركا خميس لوغو مقعابي من المحيكة تميت الخميس يعني من الخمس خمسة ما دذا محمد خمسة يعني وشان قيبة شان في القوي ساس الله قم قعابي مركب إلى محمد والخميس ومحمد يا أسكرتيسي وأحالوا إلى الحسن وحيكون كد الله منه قلال أقول نقدين حسني يسعون أيجو أردية إن أي بحرتان بيأو يأسو قيبة النبي مركب فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه نبي قعمه كر قاضي وقال وحيري الله أكبر خربت خيبر إلهي باوين إلهي باوين بويري نبي قال الله أكبر خربت خيبر خيبر وخيبر ويخروضي يعني وباب أضي قعنتي كل عضي إن إذا نزلنا بساحة إن إذا نزلنا بساحة قوم أنه هديئا دق نقول دوليت كود فساء صباح المنذرين كوي لو دقو دقنين تقادوا واي صباح دي ذا حماتي إلا وعيدا نبي قوا قلي مقاتل دين أولاي أعرورتي وين كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدون صدي صبيقي مركا كعنت كل عي وحاكم دها صفية بنت حيي أم المؤمنين مركي هوري وحاسهمي هو لا يقعنت أقول عضي نين لا يراد دحية من خليفة الكلبي دبا ديدنا النبي قي أوريختي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قي قرسدي
مهر كيدنا وحو كدغي عتقها سوغو سيدا كامل وهو انتن كدر ايو نغو سو مري كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ميرك لنا ونغو سو مري. طيب ابن أبي ذئب وحالي رضا محمد بن عبد الله عن المقبوري سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إلهي رسول كسيو إني أنوغ سمعت وحن مقلي منك أديك وحن كام مقلي حديثا كثيرا حديث آد وبضم من كام مقلا فأنساه وأنا هلماما هذا الكا يا أرني أبو هريرة فأنساه وأنا هلماما مركاس قال النبي وحويري أبسط رداءك يعني رداء حليل قعك فري قعك فري أيو النبي يري قال فبسطت وانفذيي فغرف بيده فيه غرفت حليل وحيك عنك لدروك رسول قال كأيو ميشان يالا أيو النبي سايري أو كشوبي سواحو كشوبي اللي بتشيده ووحي لاي حقيقة أبيهي مركا وادنا سيدو كلو يروا كشوبي سيدو كلو يروا كشوبي صدح شير ثم قال وحويري ضمه قوى انت سوء رسيد الدفاع سوء قبتين حبت كسارو قال فضممته سيدي بن يلو حبت كسارو بويري فما نسيت حديثا بعد مركا كبعد حديث عن نبي كما قال ما أنا هلما من ويري ولأجل ذلك كان أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث النبي كما قال ما هلما من وبركة يا خير أننا نبو تشيدين لكن أثار تيدي أي موقت انتاز وحن نقول لما ذي جزكي أفرات من كتاب البخاري من صحيح البخاري وحن نقول حقي دونا ونوب الله مدونا جزكي شنات وحن كبل الله مدونا كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابة النبي كتابك عليه كتابك هو ويهي آدب ويهي مركا هدي سنة كلاقو ضري لها أنا أنت وكسي ديرانها سنة كلاقو حنقول إن سنة كلاقو حن مقصود كان كلام هاي وقال لقال يا ولد حديث كهدي كلاقو ضعيف في كجرو يهدون كجرين بخاري وصحيح كله هو صحيح سيدا درت إذا أيان مكة أباهني ما دام ذاتك أنت وضبطني أسانيدا حدثنا 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 وحميد إلى أكر بنين هنا مكة متنقة هي معاني دي سيفقي جيسان فوق سعر مركة كتابك هذه مركة اللي يرهدو كليجي أو أسوق لن وحن نقول الله وحاري هذا في روين تتكون وحي سده لهاي كان يقول لمانا لكن هذا الجزء جوجوين تان ير يركا حوغا حيلات كلا كوجرتو هذا كتاب نور ما ذو نقضي يا كان كرنا كتاب جديد هو عصب ونور نقضي نشال من جرنيا حوغا مركا حيلات ده سنة وكوجرتا يا ولي بخاري يا كوجرنا تذكر قارف هذا حلقة يا ما إن الجزء كان يركا مودان إنه بخاري ولا يا ما مركا إن شاء الله تعالى جزء كاسنا ونور بالله من دونا كيش شناد من بنو قد بين هدي إلهي رادو